بعد 9 سنوات من تأسيس ملتقى النشامة، بيسعدنا وبشرفنا يكون معنا المهندس المستشار أيمن الرفاعي، رئيس ملتقى النشامة الجالية الأردنية حول العالم، وأيضا دكتورة فاطمة العقارب رئيسة اللجنة العلمية لملتقى النشامة، وهذا أعتقد منصب جديد أضيف إلى المناصب اللي موجودة مع الدكتورة. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. الله يعافيك يا رب. ما بدنا نحكي عن ملتقى النشامة لأنه معروف صار له 9 سنين وفي عندكم متابعين وناس بتعرف عن أعمالكم، ولكن بدنا نحكي عن جديد ملتقى النشامة. في متعة ملتقى النشامة أنه في كل يوم جديد. يعني آخر الجديد في ملتقى النشامة لنا أننا أصدرنا أول مجلة ورقية وإلكترونية تهتم بقضايا وهموم المغترب ونشاطاتهم وحتى هواياتهم، ننقلها عبر مجلة ورقية وإلكترونية توزع إلى أكثر من 20 بلد حول العالم، هي مناطق تواجد ملتقى النشامة للجالية الأردنية. أيضا الآن نعمل على بطاقة اسمها بطاقة النشامة. هذه البطاقة تقدم خدمات لأبناء الجالية الأردنية، خصومات على يعني أشياء رئيسية تهم أبناء الجالية الأردنية، تبدأ من المواد الغذائية مرورا بالجامعات حتى تذاكر الطيران واستئجار السيارات السياحية إلى آخره. حلو حلو. يعني هلا اي شيء له علاقه بالجاليه الاردنيه بتروحوا يعني عندكم بيكون له علاقه فيكم مباشره؟ طبعا احنا يعني لكم تواصل مع الجمعيه، ايش بيقولوا، نادي جالي اردنيه في دبي، ابو ظبي، السعوديه. طبعاً, طبعا احنا تم انشئ الملتقى في السعوديه، واحنا بالسعوديه عندنا 23 فرع بالسعوديه ما شاء الله، بعدين انتقل الى دوله الامارات العربيه المتحده، ولنا علاقات ودية طيبة مع النادي الأردني في دبي ومع الجمعية الأردنية في أبو ظبي، وعلاقاتنا مع في كل مكان يتواجد فيه أبناء الجالية الأردنية، سواء لنا فرع كملتقى نشامة أو ما لنا فرع. يعني هذا تعاون أردنا أن نحققه، لأنه هذا هو الأساس الثالث من أسس ملتقى النشامة، هي التواصل مع أبناء الجالية الأردنية على مستوى العالم ومساعدة بعضهم البعض وربطهم بوطنهم الأم من خلال تشجيع السياحة والاستثمار. برافو. ودكتورة فاطمة العقارب، يعني هلأ أنت أصبحتي رئيسة اللجنة العلمية لملتقى النشامة حول العالم. حول العالم، شو اللجنة العلمية اللي هلأ صارت موجودة؟ أول إشي شكرا كثير لاستضافتك لنا، ودائما يعني أنت سباقة في كل شيء بصراحة، دائما تفتحي لنا أبواب إنه إحنا نكون القضايا اللي إحنا دائما بنحكي فيها، دائما أنت اللي بتفتحي لنا الأبواب علينا عليها حتى يعني نساعد الجميع سواء كان أردنيين أو مغتربين. خليني أحكي لك أول شيء كيف اللجنة قبل ما تتشكل، إيش اللي إحنا الصعوبات اللي إحنا واجهناها في موضوع الشهادات العلمية للطلبة اللي أصحاب الشهادات غير أردنية. هسه أنا كمديرة علاقات دولية في جامعة العقبة تكنولوجيا واي جامعه اردنيه عم بنعاني، او وبالاحرى المغتربين الاردنيين عم بيعانوا بكيفيه معادله شهادات اولادهم اللي هي شهادات الغير اردنيه، شهادات سعوديه، شهادات غير وشهادات غير عربيه اللي هم شهادات الانترناشنال واللي هي السات والاي جي. هاي الشهادات لمعادلتها في عده معايير واسس، لازم انه الاهالي يكونوا على درايه في هاي المعايير والاسس. لما بلشت انا يعني بشغلي لي 3 سنين على هذا الحكي مع الجامعه والترتيبات والامور كامله حتى ان نحصي شو المشاكل بالذات اللي بيعانيها المغترب الاردني او حتى اللي بنعانيها احنا كجامعات في معادله الشهادات غير الاردني. فصار في حديث مع المهندس على موضوع الطلبه الاردنيين انه ليش ما نجذبهم يجوا يدرسوا بالاردن. أول إشي هو دعم عملة صعبة للأردن، ثاني إشي هو يعني تنشيط للعملية العلمية أو الجامعية من خلال المغتربين إنهم يجوا يدرسوا ببلدهم، لأنه إحنا بتعرف التعليم عندنا الحمد لله إنه في مراتب القوية، وإن شاء الله إنه بنضل وما بنرجع لشي درجات لورا بدون تغيير تشريعات القوانين على المزاج. المهم بعدين عرض علي وقال لي انه طب ليش ما تفوتي على جروب لتعليم الناشئ ام تحاولي انك تحلي مشاكل ومفاهيم مغلوطه عند الناس بموضوع الشهادات والامور هاي. ففتنا على هو جروب واتساب، فتنا عليه وللاسف اكتشفت انه المفاهيم المغلوطه عندهم بكيفيه الاسس والمعايير المطلوبه لمعادله الشهادات
كلياتها مش مع مش يعني انتوا عم بتحلوا محل السفارات مبدئيا لا لا الا هاي الا هاي يعني انا حل المشاكل احنا بنحكي حل المشاكل هي حل مشاكل اكاديميه علميه فصار يعني حتى الاسئله اللي عم بيطرحوها بصراحه يعني صار الواحد من داخله انه يعني انه اردنيين مش عارفين ايش الاسس والمعايير اللي عم بتصير في البلد ليش من كتر القوانين اللي عم بتصير ومن كتر وكل يوم في قانون في كل يوم في ترتيبات جديده فهاي الاشياء بتعمل تضارب من الافكار وتضارب من المعلومات عند الناس وبالتالي هاي الامور بتشتت الاهالي وبتشتت حتى بتشتت الجهود في استقطاب الطلبه للاردن وهذا حكي بصراحه المفروض ان وزاره التعليم العالي وزاره التربيه والتعليم احنا وجهنا لهم كتب وبتمنى انهم هم ياخذوا بعين الاعتبار موضوع الطلبه المغتربين الاردنيين في معادله شهاداتهم لانه وضعهم جدا بحاجه الى مساعده بحاجه لاتخاذ قرارات صائبه بحقهم بحاجه الى وجود العداله العلميه والاجتماعيه مع المغترب الاردني في كيفيه معادله شهاده ابنه وفي فتح المجال له بانه يكون له مقعد جامعي من حقه يكون له مقعد جامعي ضمن المقاعد اللي محتومش عندنا مقعد عشائر ومقعد ديوان ومقعد تعليم ومقعد معلم الامور هاي كامله كمان هو من حقه يكون له مقعد في 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 الجامعات الاردنيه والاهم من هذا كله يا ريت انه يصير في نوع من الترتيبات على موضوع امتحانات القدرات والتحصيلي موضوع امتحانات القدرات والتحصيلي للشهادات غير اردنيه هو موضوع بصراحه مرعب بالنسبه للاهالي مرعب بالنسبه للطلبه السبب في اول شيء المنهاج المختلف ما بين الثقافه ما بين المنهاج السعودي والمنهاج الاردني ليش بحكي السعودي لانه هي الشهاده الوحيده المطلوب عليها القدرات والتحصيلي جديد دخلت الشهادات الاردنيه والليبيه والتركيه للامتحانات القدرات والتحصيلي يعني قد داخلين انتوا يعني داخلين منيح هي النقطه اللي تحدثت فيها الدكتوره فاطمه متى بدات المعاناه يعني هي الى ان وصلنا الى الكلام لازم انه يكون في عندنا لجنه في المعاناه بدات من 2015 عندما اتخذ قرار بعدم احتساب شهاده التوجيه السعودي يعني عندما تخرج طلاب ابناء الجاليه الاردنيه بال2000 عددهم 300000 بالالاف الطلبه بالالاف نحن هاي مساله مهمه لازم الكل يعرفها كل الطلاب التوجيه اللي تخرجوا بال2016 نسبة 90% منهم ونقول الغالبية طبعا ذهبوا ودرسوا خارج الأردن الطالب الواحد بكلف أهله 25,000 دولار سنويا يوم بيطلع عندي عشرات آلاف الطلاب بدرسوا برا قديش خسر البلد صح. الكثير خسر البلد وبدأت المعاناة والسبب اللي هي الشهادة غير معترف مش غير معترف فيها يعني مش معادلة صعبة وعندما تمت المعادلة هنا المصيبة الكبرى تناسوا شهادة التوجيه وقالوا احنا بناخذ امتحان قدرات وتحصيلي وكأنه 12 سنة درسهم الطالب راحوا هباء منثورا 70% للتحصيلي 30% للقدرات وهنا الطامة الكبرى يعني بصراحة أنا كمغترب وكل المغتربين الأردنيين 70% من دخلنا لتعليم أبنائنا بصراحة إحنا مهتمين بتعليم أبنائنا طبعا عندما هذا الدخل يذهب هباء منثورا من مصرفه الأخير بعد 12 سنة ما إلها قيمة عندما بدي يجي الطالب يدرس في الجامعات الأردنية عندما يأتي الطالب شوف شو بيحرك عندما يدرس الطلاب عشرات الطلاب بده يروح يستأجر سكن بده يركب تاكسي بده يشتري من بقاله ياكل ويشرب مصاريف كاملة إذن هي دعم للاقتصاد الوطني كيف احنا بنيجي هذا الدعم نيجي نحمل حيده عشان هيك المفروض يصير في اتخاذ قرارات اتجاه الطلبة الأردنيين المغتربين وبتمنى أن يكون هاي القرارات يعني بالتضامن ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية إحنا لما قابلنا أنا لما قابلنا وزير التعليم العالي الدكتور عادل طويسي في جامعة الشرق الأوسط في قضايا الطلبة الوافدين ومنهم قضايا الطلبة الأردنيين على أسس ومعايير معادلة الشهادة موضوع الامتحانات القدرات والتحصيلي هاي نقطة كتير مهمة لما الطالب بده يجي من أي بلد سواء كان أردني أو غير أردني بس إحنا خلينا نحكي على الأردنيين بده يجي من أي بلد يقدم أردني مغترب من أي بلد يقدم في أي جامعة أردنية ويكون هو مش ماخذ قدرات مثلا أو تحصيلي
من السعودية تمام، أو من ليبيا أو من تركيا بغض النظر أي بلد، ومطلوب منهم القدرات والتحصيلي، بيتم قبوله بالجامعة بناء على امتحان يتم تقريره من مين؟ من وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم تتأخر في إقرار مواعيد امتحانات القدرات والتحصيلي للطلب اللي بحاجة لمعادلة شهاداتهم. لما بتتأخر في هذا الحكي بيجي التعليم العالي بيفتش على الملفات الطلبة، فبيعمل إلغاء قبول للطالب بعد إنهاء فصل كامل إله بالجامعة. شوف قد ايه بده يروح، شوفي الـ 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 المعاناه اللي بيعانيها الطالب المغترب. هي وحده تنتين بتمنى انه اللي ياخذوا بعين الاعتبار، خصوصا يعني الدكتور عمر رزاز كل الاحترام والتقدير لحضرته وزير التعليم عادي نعمل استنساخ للوزيره نعمل استنساخ وزراء هو بصراحه ما عم بيقصر بشيء، يعني مجرد انه هو رده على اي معلومه او على اي شيء بكدر الام او بكدر الاهل بخصوص الثانويه العامه، دايركت بتلاقيه هو حاط بوست او حاط كومنت معينه انه عم بيساعد الاهالي باي موضوع هو ممكن انه يشتغل عليه، خصوصا انه هو رجل استراتيجي عم بيشتغل باستراتيجيات واضحه. بتمنى من حضرته من معالي انه ياخذ بعين الاعتبار موضوع القدرات والتحصيلي، يعني لو اخذنا القدرات باخذوا منه 70% والتحصيلي 30% والشهاده السعوديه صفر، لو اخذوا من القدرات 10% صارت 60 والتحصيلي 30 والشهاده 10%، ما راح يكون في ظلم ولا على اي حدا، لا علينا احنا كوزاره التربيه والتعليم ولا على الطالب. العكس والله احنا بنحكي مع الدكتوره فاطمه بالنسبه للنسب. انا اختلف مع الدكتوره فاطمه، احنا بنحكي عن النسب العادله اكاديميا عشان تغيير المنهاج، عشان المنهاج المختلف بيننا وبينهم. صحيح، بس يعني هو شو القدرات؟ الناس تعرف شو، عارف شو القدرات؟ انت حاجة ثقافة عامة، ثقافة عامة مختلفة. اعطيه 30% ليش؟ وانا 12 سنة اللي بدرسهم الطالب الثقافة العامة اهم من اللي درسوا صمت بالضبط. لا لا مو في كل شيء، والتحصيلي شو هو؟ هي امتحان اربع مواد علمية خلال الثلاث سنوات الماضية، اعطيه 70%. لا لا بدنا نحفز الطالب. بعدين في شغلة مهمة لازم نعرفها، احنا هدفنا كملتقى النشامة عندما شكلنا اللجنة العلمية، هو مثل ما تفضلت اختنا الدكتورة فاطمة، صارت اختنا فاطمة تجيب على اسئلة المغتربين. على فكرة عندما قلنا ملتقى النشامة بده يشكل جروب يهتم بالتعليم، امتلأ الجروب خلال ساعة قد ما الناس متعطشة لحل المشاكل، واستطاعت اختنا فاطمة مشكورة أن تحل كافة المشاكل، فشجعتنا أن نشكل لجنة علمية برئاستها، واختارت يعني من خيرة الدكاترة والأساتذة في اللجنة العلمية اللي بيهتموا بالمغترب الأردني. لكن بعد ما طرحنا كل المشاكل قبل شهرين قدام الناس كلها وحطوا طرحوا كل قضاياهم ولخصت الدكتورة فاطمة مع اللجنة وصغنا وقمنا بصياغة خطاب لوزير التربية والتعليم العالي، وزير التربية والتعليم العالي، وزير التعليم العالي منذ أكثر من شهر، إلى الآن ما في جواب. لم يتبقى أختي العزيزة، لم يتبقى إلى شهر ونص عن انتهاء المدارس وما في جواب. طب الأهل وين بدهم يروحوا؟ شو يعملوا؟ هلا هم عرفوا حالهم شو بدهم، وين يعني من زمان عارفين الأولاد وين بدهم يروحوا أي جامعات. صح، من هيك ضوعوا كثير ناس. هذه طبعا نتمنى على معالي الوزيرين بكل محبة واحترام أن يردوا على خطابات التي أرسلت لهم. الخطاب احنا بنعرف زمان احنا العرب هيك طبيعتنا، عندما بدك تهمل الموضوع بتحوله على لجنة ما بيخلص. ما عندكم واسطة؟ ما واسطتنا دكتورة فاطمة. فلذلك احنا حابين، يعني انا بقول لك انا خجلان ادخل على جروب التعليم لانه ما عندي جواب. بيسألونا على جروب التعليم شو صار معكم، شو الجواب، شو نقول لهم، يعني شو بنحكي لهم. ارجو ان تراعي وزارة معالي وزير التربية ومعالي وزير التعليم العالي هذه النقطة، لأنه الأهالي بنتظروا ردود سريعة لأنه لم يتبقى وقت، ما في وقت. وما بدنا الطلاب، نحن في ملتقى النشامة ما بدناهم يدرسوا برا، عندنا يمكن أكثر من 22 جامعة بدناهم يجي يدرسوا بالبلد، نستقطبهم للبلد. في ناس بحبوا يجيبوا يرجعوا أولادهم لما بدل ما يتغربوا برا. في ناس كبيرة منهم عم بيحكوا، يعني عم بيطرحوا موضوع إنه هم بدهم يرجعوا على البلد يستقروا، بس أنا بدي أرجع أستقر، تخلي يكون عندي استقرار نفسي وتعليمي لابني عشان أنا أقدر أستقر براحة.
عرفتي ما اواجه لا معاناه ولا مشاكل ولا يكون في عندي حتى الاسس والمعايير بدي امشي عليها لمعادله شهادات ابني سواء كان هو بالثانوي او حتى شهاداته اللي بده لازم يختمها ويصدقها والامور هاي كامله. يعني هاي كمان امور تستصعب على المغترب الاردني غير الضرائب اللي بتندفع وغير الامور والمصاريف اللي بتكلفها بهذا الموضوع. يعني المفروض انه هاي المعاناه تكون بين ايدين المسؤولين ويتجهوا على اتجاه واحد بانهم يريحوا المغترب الاردني باغترابه، يعني فوق ما في غربة كمان هو مش مستفيدوا منه ماديا يعني بالاقتصاد الوطني. بالضبط، هم الداعم الاول والرافد الاول للاقتصاد الوطني 100%. فانا عشان هدول هم داعمين ورافدين للاقتصاد الوطني فهم الأولوية والأهمية عندي حتى اني احل مشاكلهم. هلا هيك بدي اسال سؤال صريح، بدنا نقعد نتامل ونتمنى ولا في فعل بدنا نقوم فيه هلا يعني هالفترة القصيرة هاي؟ ايوه دكتورة احسنتي على هذا السؤال. انا أقول هذا السؤال يعني يوجه لنا ويوجه للمسؤولين، سؤال مشترك. يجب أن يكون هناك عمل حقيقي، يجب. إلى متى سنبقى نرسل خطابات ونتأمل بالإجابة ويمر أشهر وسنين وما في إجابة؟ إلى متى يجب أن يكون الجواب؟ أنا وجهة نظري أختي العزيزة يجب أن يكون الجواب فورا. على شو وصلنا خطاب برد عليه يا أخي؟ صعب يعني، صعب يعني الأمور صعبة. لو بدي اشكله بشكله لجنه سريعه، هذا مغترب عندما يشعر المغترب الاردني انه المسؤولين هم مهتمين في ذلك، مستقبل ابنائهم اظن اهم شيء بالدنيا، اطفالنا اكبادنا على الارض تمشي، هم اولادنا اللي متغربين من اجلهم احنا، فيجب ان يكون هناك اهتمام. بس خلينا نحكي نقطه كثير مهمه، انه الكتاب لما بعثناه لوزاره التعليم العالي حولوه لاداره المؤسسات عند مدير مديريه المؤسسات حتى انه يتخذ اجراء على الموضوع. يعني هو تم التواصل معهم، بس انت بتعرف العمل الروتيني في الوزارات والبيروقراطية اللي عم بتصير هي بتموت الموضوع. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هم حولوا الكتاب لقسم الامتحانات، بس اذا احنا ما كان في نوع من الزن، بتعرفي لازم تزني ولازم تحكي ولازم تتصلي حتى على مدير قسم الامتحانات او على اي شخص تحت ايده حتى انه هو يتابع الكتاب، للأسف ما في رد. هي هاي موضوع انه ما في ردود والكتب بتكون موجودة عندهم، ولما تيجي كمان تتواصل معهم تحكي لك لسه ما وصلنا الكتاب، كون محطوط بالدرج هيك فوق دستك وراء. كمان اللقاء دكتورة طلبنا بدل خطابات وكتب وهذا يكتب وهذا تيرد، قلنا خليه يكون لقاء مباشر. طلبنا لقاءات مباشرة مع معالي الوزيرين عشان نشرح قضايا وهموم المغترب الأردني. أهم شيء وجلالة الملك دائما بقول المغترب الأردني ودائما نفذوا، ما أبدا ما قدرت توصلوا حتى لترتيب لقاء، لم نستطع حتى ترتيب لقاء. ما وصلنا، إحنا وصلنا بس اللي بيرتبوا اللقاء بصير يحكي لك الأجندة مليانة، هذا من داخل من شهر يعني من شهر ما في مجال إنه للترتيب والأمور. طب لك شهر وعشرة أيام بالضبط الكتاب عندكم، كيف الأجندة مليانة؟ طيب دكتورة حرف الواو والله يعني للأسف فيتامين واو احنا من طالبه من عندكم على الهواء والله هو حرف الواو هو اللي ماشي، يعني لازم يكون في دفشة قوية مش واسطة علشان احنا ننط على اي شيء تاني، احنا بدنا واسطة مشان نحل مشاكل ابنائنا. ستي موضوع بس بتعرفي ديالة موضوع الطلب الاردنيين مش موضوع بهمنا احنا كاعضاء ملتقى او كرؤساء لجان او كاعضاء لجان، بهم الجامعات الأردنية. مدير وزير التعليم العالي لما اجتمع فينا ومدير مديرية الطلبة الوافدين حكى كلمتين، قال إحنا نفتقر للطلبة بالتحاقهم بجامعاتنا الأردنية، فلازم الجامعات تشد حيلها وتشتغل على إنها ترفد جامعاتها بالطلب المغتربين الأردنيين وبالطلب العرب. تمام، هم لازم يكونوا معاكم بالضبط مدام أنتوا بتطالبوا بهذا الموضوع، طب ساعدونا. صح. وانا وجهنا كتاب احنا كجامعه العقبه للتكنولوجيا بصراحه، ومشكور الاستاذ الدكتور صلح الشحاتي توجه كتاب لوزير التعليم العالي في هذا الموضوع، انه لابد من انه نشتغل على الموضوع بطريقه بحيث انه احنا نساعد جامعاتنا ونساعد الاقتصاد الوطني ونساعد المغترب الاردني. يعني انت بتلعبي على ثلاث كرات، هاي الثلاث كرات هي الاساس في بناء مجتمع كامل متكامل، يعني المواطن والاقتصاد والتعليم، وهم هدول الأساس أي دولة. فإذا أنت اشتغلت على هذا الأساس بطريقة منظمة وممنهجة ومساعدة للجميع ومسهلة بكثير من الأمور، فأنت رح توصل للأمور وبالتالي رح تغطي المديونية 100%. يعني أنا مستغربة صراحة رح تسكر المديونية إذا في مستنى لقاء مشان أعداد يعني بدي أحكي رقم قديه، يعني أكثر من 10,000 طالب
هذول معلقين باجتماع معلق مصيرهم يعني باجتماع واحد يقول هاي ساعة أعطوهم ساعة وخليهم يجوا من قبلهم. ولا أنت بتحكي عن طلبة ثانوية عامة، طب وطلبة الأول ثانوي اللي راح يصيروا السنة الجاي ثانوية عامة برضو راح ينتظروا نفس القرار إنه لما يصدر، واللي وراهم راح يعني هاي الكرة عم تتدحرج وإحنا عم نستنى في موعد. فهذا الحكي ما أقول للسوشيال ميديا أحكي وإن شاء الله يعني كمان صوتكم مسموع من خلالنا من خلال برنامجنا. بس حكينا السوشيال ميديا ست السوشيال لازم توصل حكينا وصلنا واتصلنا تلفونات أوكي وكل شيء تمام ومش طب بعدين وبعدين يعني أنا بنحكي على الهواء هنا إحنا طب وبعدين وبعدين يعني بعدين يا معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير التربية والتعليم العالي مصير أبناء يعني اعتبر ابنك واحد منهم بس يعني لو إنه أنت وأنت زيهم مرمر زي هدول العيلة شو بتعمل بهاي الحالة؟ على كل حال إن شاء الله بكون يعني وصلت المعلومة ووصل الصوت ونتمنى ورح نكمل معاكم ورح نضمن نجيبكم بس اسمحي لي بنقطة صغيرة قبل بس عشان بس بدي بس إنه بدي أعتذر بين أعضاء اللجنة العلمية لأنه ما ذكرنا أسمائهم. أعضاء اللجنة العلمية الدكتور بسام محادين هو مدير الاتحاد العربي لمدراء القبول والتسجيل في العالم العربي، الدكتور شادي الشواوري وهو عميد شؤون الطلبة السابق في جامعة العقبة، وفي الأستاذ بلال تلاحمة هو مسؤول في قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، حنين البيطار هي مسؤولة في إيراسموس اللي هي المنظمة الدولية للاتحاد الأوروبي في عملية المنح والتطوير التعليمي، وفي مائسة البطاينة اللي هي مسؤولة في قسم الاي تي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وفي الأستاذ الكبير الأستاذ أحمد حميدة اللي هو خبير في عملية القبول والتسجيل وفي آلية الأسس والمعايير في معادلة الشهادات. نشكركم وإن شاء الله متابعين معكم ورح نكمل معكم بهذا الموضوع لنحل هاي المشكلة اللي يعني بتنحل، هي عبارة عن بس مجرد ساعة من الزمن وأكيد بتنحل. شكرا لكم ولوجودكم معنا.